ويحضر معنا في الاستوديو ضيفنا الخبير المالي الاستاذ ماهر جعيدة. اذا اهلا بك استاذي الكريم. أهلا. يتحدث الخبراء عن فجوه ماليه تقدر باكثر من 9.8 مليار دينار لسنه 2022، عجز تجاري يفوق 23 مليار دينار، وايضا للاشهر الماضيه، وايضا سداد ديون خارجيه مثقله. في ظل كل هذا، كيف يمكن قراءه قانون الماليه لسنه 2023؟ هو القانون الماليه نجم نقراه، واللي فيه اللي فما صار تضخم من عام لعام، قاعد ميزانيه قاعد تتضخم. اليوم نحكيه على ميزانيه نتاع قرابه 70 مليار دينار، اللي هي في حال التضخم حوالي معناها 15% زيادة بالنسبة لعام 2022 اللي هي كانت 64 مليار دينار. فلذا معناها المصاريف الدولة قاعدة تزيد على خاطر زاد سعر الصرف نتاع الدولار قاعد يطلع، سعر النفط قاعد يطلع، فما مصاريف زايدة، فما اشهار لازمنا نزيدوا فيها، لكن نجموا في رأيي نرشدوا في المصاريف الدولة. ثاني حاجة اش نجم نقولوا، اللي اليوم العجز صحيح، العجز 9.8 مليار دينار في سنة 22، وماشيين نعنوا على عجز نتاع 7.5 مليار دينار على سنة 23. معناها اليوم فما حاجيات تمويل الدولة وقرابة 24 مليار دينار اللي الدولة لازمها تلقاها باش تمول المصاريف نتاعها. هذوما المصاريف ينجموا يكونوا من جهتين، ديون داخلية ب 9.5 مليار دينار، وديون خارجية ب 14.9 مليار دينار، وإحنا معناها قرابة 4.8 مليار دينار على دولار محتاجينهم لسنة 23، ألورك إحنا مع صندوقنا النقد الدولي نحكيو على 1.9 مليار دينار على 4 سنين. حسب رأيكم، من أين ستتأتى هذه الموارد المالية في ظل هذه الصعوبات وفي ظل هذه الظرفية الاقتصادية؟ هو معناش معناها اليوم معناش اختيار الا في التدين. علاش؟ على خاطر ما نجموش في الظرف الصغير هذا نلقاو الاموال هذه، ما نجمو كان مع صندوق النقد الدولي نلقاو معناها بصفه ولا اخرى معناها مفاهمه. علاش؟ على خاطر باش تحل لنا البيبان الممولين الاخرين في المدى القصير، ما نجمو الا مع صندوق النقد الدولي نلقاو معناها اتفاقيه معها. واليوم كي اشر رئيس الدوله على القانون المالي هذايا مؤشر باهي باش ندخلوا. هل يمكن ادراج ملف تونس يعني في يعني الخطوه القادمه لصندوق النقد الدولي بعد ختم رئيس الجمهوريه للقانون؟ يمكن، كل شيء جائز، وانا عندي امال كبيره باش ندخلوا في الاتفاقيات هذه. فما شويه ضغوطات على تونس لاسباب جيوستراتيجيه كما تعرفوا، لكن ما فماش مفر الا باش يعاونوا تونس، على خاطر ما تعرفوا كما تعرفوا تونس هي جنوب اوروبا، مش من مصلحتهم اللي تونس تطيح في ازمه اقتصاديه كبيره، ولازمهم يدعموها باش ما يخليوش اونتروتر الهجره الغير المنظمه تقلقهم في اوروبا. الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال مؤجلا، ورفض المنظمات الاجتماعية ربما قد يزيد من صعوبة إدراج ملف تونس في الاجتماعات القادمة. هو كل شهر جانفي كما تعرفوا تونس تسخن في الحكاية هذه، والأطراف الاجتماعية والسياسية تزيد تحير شوية الأجواء. إن شاء الله نتعداو عقبة جانفي معناها بصفة باهية، سورتو اللي احنا مع صندوق النقد الدولي عدم التناغم بين الاطراف هذه السياسيه والاجتماعيه يخلق ضوضاء مع صندوق النقد الدولي، اللي هو اونتروتر يحب اللي لو جي تي تي معناها المنظومه الشغيله تكون موافقه على التدابير الحكومه في الخروج من الازمه باش يمول تونس. ما نجمو كي نطلبوا الاطراف الكل باش يقعدوا مع بعضهم في طاوله بيتفاهموا باش يلقاو حل، على خاطر اليوم في الوقت الجيز هذا ما نجموش الا نقعدوا ونتفقوا مع بعضنا على الحلول اللي على طاوله واحده. نعم، قانون الماليه جاء باجراءات جبائيه كبيره، من اين يمكن ان تتادى الموارد الماليه في ظل عجز في الميزانيه، ومدى تاثير هذه الاجراءات على الشركات والمؤسسات؟ هو الحقيقه قانون ماليه سعود يكون قانون ماليه ولا اقتصادي، هو قانون جبائي بامتياز. نعم. وفي معناها اليوم ضغط جبائي رهيب على المؤسسات المنظمه،
اليوم كي نقرأ القانون الجبائي القانون المالي هذا نلقاو اللي فما ضغوطات كبيرة في برشا مجالات للمؤسسات المنظمة والمؤسسات الغير المنظمة والاقتصاد الموازي ما لقينالوش معناها تصدي ليه في القوانين هذه. اليوم كي نشوفوا اللي فما معناها زدنا في اداء المؤسسات في معناها السي اس اس تعدينا من 1% 3% معناها اليوم المؤسسات قاعدين يخلصوا 15% كاداء على المؤسسات، زيد 10% كاداء على توزيع المرابيح، زيد 3% كاداء سي اس اس هذا وصلنا 28%، وبعض المؤسسات اخرى 35% وزيدهم 4% 39% هذا بالنسبه للاداء على الشركات. وفما زاد كيف طلعنا في الاداء على القيمه المضافه برشا قطاعات خاصه المهن الحره تعداو من 13% الى 19%. عندنا زاد فما ضريبه على الثوره اللي هي اللي اي واحد ثروة. عنده ثوره في العقاريه ما تناهز اكثر من 3 مليون دينار اليوم فما 0.5% اداء يوظف اليه. فما معناها عدة تدابير قرابة 21 نقطة معناها جبائية، مثلا نجم نحكي زاد على ارتفاع غرامة التأخير اللي قرابة ولات من 0.75% شهريا إلى 1.25 معناها 15% في العام، واللي معناها قبل تلقى نفسك تصب التصاريح نتاعك مخر تخلص 1.25% وليت معناها 15% في العام، وإذا كان بعد رقابة جبائية توصل إلى 3% في الشهر ما يقارب ما يعادل 36% في العام. وكما تعرفوا الرقابة تنجم ترجع 4 سنين مع السنة الجارية معناها قرابة 5 سنين، وفما في بعض الحالات إلى 10 سنين. تصور معناها 10 سنين وأنت توظف في النسب العالية وصفت هذه الزيادات بالكبيرة معناها شيء كبير. نعم. كبير جدا. وعندنا كيف يعني كيف ستؤثر هذه الاجراءات على مناخ الاستثمار في تونس؟ الحقيقه المؤسسات المهيكله اليوم تتذمر برشا، احنا كي نشوفوا الحرفاء نتاعنا يتذمروا برشا، وبرشا عندهم اليوم ميزانيات اللي هي عندها عجز كبير وماهمش قاعدين يشوفوا في افاق ايجابيه للاستثمار. اليوم الاستثمار لازمه مع بعد استراتيجي نتاع 3 سنين 5 سنين 10 سنين، والبعد هذا مش موجود بحكم الأزمات اللي قاعد تونس تمر بها. واليوم زاد بالقرارات هذه زاد عدم الاستقرار السياسي اللي هو ما يصلحش الاقتصاد ككل، ونشوفوا اللي زاد القوانين هذه اللي هي ماهيش بعد أزمة الكوفيد وبعد أزمة حرب أوكرانيا، القوانين هذه ماهيش قاعدة تشجع في المؤسسة بل تعاقب فيها، وسورتو تعاقب في المؤسسة اللي هي منظمة. نعم، في ظل هذه في ظل قانون المالية هذا وفي ظل هذه الظرفية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما هو المطلوب حسب رأيك أستاذ؟ اليوم نرجع للقيم اللي تبنيت عليها الدولة التونسية. أول قيمة هي قيمة العمل، ظل ثروة أي بلاد هي قيمة العمل. اليوم مردودية العمل نتاعنا طايحة برشا متدني على الاخر على الاخر، نرجعوا نستثمروا في قيمة العمل وما أدراك ما العمل. ثاني حاجة اليوم نجموا نراهنوا على بعض الأشياء اللي نجموا نتاعنا احنا في مقدورنا، الفوسفات وما أدراك ما الفوسفات، اليوم 3 مليون طن غير كافي، لازمنا نوصلوا إلى 6 إلى 10 مليون طن في ال5 سنين الجايين، هذاك اللي باش نقص علينا العجز. وكما قلت ضرورة الحوار الاجتماعي كافة الأطراف على طاولة واحدة. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ ضيفنا الخبير المالي المحاسب الأستاذ ماهر قعيد على كل هذه المعطيات وعلى الحضور معنا في الاستوديو.